هو ازاي ممكن الانسان يزرع هذه الثقافه في حياتنا؟ والواحد لما يجي يقدم ازاي؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان في بدايه الصوم الكبير بنقرا الانجيل بتاع متى 6 اللي بيتكلم عن الصلاه والصوم والصدقه، بس بيبتدي بالصدقه، والصدقه اللي هي استخدام المال كانه جزء من العباده. لما تيجي تقدم تبرع بأي صورة من الصور، ولا أقصد أي كمية أو عدد أو قيمة، لازم يكون عندك شوية شروط كده تزرعها. أول حاجة لازم أقدم برضا قلب، قلبك يكون راضي تماما، بتقدم من قلبك مش من إيدك. ويمكن كلنا فاكرين الأرملة اللي قدمت فلسين، ويقول انظروا كيف قدمت، مش كم قدمت، قدمت فلسين. فلسين دول يعني رقم زهيد للغاية، لكن قدمت دول برضا من القلب. يقول لنا ثم جاء كل من أنهضه قلبه وكل من سمحت روحه جاءوا بتقدمة الرب لعمل خيمة الاجتماع. قدموا هم راضيين، هم فرحانين. وفضل الاهتمام ده هو زي ما في عهد الرسل يأتون بأسمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. إيه الرضا الكامل ده؟ إيه الفرحة ده؟ هي يبيع حاجته أو الحاجة اللي عنده، بيعها بكام زي ما تكون، ويحطها عند أرجل الرسل، وعند أرجل الرسل يوزع منها كما يكون لكل واحد احتياج. وزي ما قرينا في الآية دلوقتي يقول كده كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن ولا اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. المعطي بفرح يحبه ربنا. طب ممكن معطي يقدم خجلا أو كسوفا أو إحراجا، دي حاجة ما تفرحش قلب ربنا. قدم، ربنا مش محتاج ده، ربنا صاحب كل الغنى اللي في حياتنا، هو صاحب الحياة نفسها. لكن ما نقدمه هو التعبير الشكر، تعبير الشكر.